السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 18 من دورة أنت رائد أعمال بعنوان Value Proposition أو القيمة المقترحة أو المضافة. هنقسمها على 3 أجزاء إن شاء الله. النهاردة هنبدأ بالجزء الأول وهو خاص بالـ Value Map أو Part 1 Value Map، ده استكمالا للشروحات اللي قبل كده. فتعالوا بينا نبدأ. معاكم عبد الله الوكيل. احنا بنستكمل شابتر 2 الخاص بالـ Innovation والـ Value Proposition Canvas، وبقى كده على طبعا ان الكونتنت ده او الدورة هي متكاملة مترابطة ببعض، كل محاضرة مبنية على اللي قبلها. فيعني اكيد مفيش حد بيسمعني دلوقتي هو اول مرة يسمعني، فده مهم جدا بالنسبة لي. احنا بنستكمل التوبيك الخاص بالـ Value Proposition Canvas او مخطط القيمة المقترحة او المضافة. كنا بدأنا بيها وكلمنا على الـ Value Proposition Design وازاي ان احنا نعمل ديزاين للقيمة او الـ Value اللي احنا هنقدمها للناس. الموضوع مش بس ان انا جات لي فكرة فعايز افيد بيها الناس، لا ما بتجيش كده خالص، لا لازم بعمل حاجة اسمها Value Proposition Design، وده شرحناه. وكمان المحاضرة اللي فاتت اختتمنا كلامنا عن الـ Customer Segments، هو ان اول حاجه عشان اعمل value proposition design باستخدام value proposition canvas او مخطط القيمه المقترحه، ان انا ببص على الكاستمر سيجمنتس. دي اول حاجه بالنسبه لي في البيزنس، ان انا ابدا اشوف مين الكاستمر سيجمنتس، مين الشريحه او الشرايح المختلفه اللي انا هقدر استهدفها. وقلنا ان احنا بنشوف بالتحديد بالتفصيل الشريحه اللي انا عايز اقدم الفاليو او القيمه بتاعتي، فده شرحناه خلال 3 محاضرات. اتمنى يا رب يكون وصل بتفاصيله. النهارده هنبدا نتكلم عن الفاليو بروبوزيشن بقى. طب خلاص تمام، انا فهمت الكاستمر سيجمنت وفهمت الشريحه اللي انا هستهدفها، خلاص تمام، وعرفت هي عايزه ايه وهي مش عايزه ايه. هبدا ان انا اركز بقى ازاي ان انا اعمل فاليو مناسبه للفئه دي، فبالتالي ابدا احقق الحاجه اللي احنا هنشرحها في الاخر طبعا، اللي هي البرودكت ماركت فيت، ان انا المنتج بتاعي السوق عايزه 100%. فالنهارده هنعمل سبوت وهنركز على الفاليو بروبوزيشن بشكل مفصل. فاليو بروبوزيشن هي عباره عن الحاجه او القيمه اللي انا هضيفها للناس، القيمة المقترحة بقى او القيمة المضافة whatever. طيب اول حاجة احنا الـ value proposition دي، القيمة المقترحة او الحاجة اللي انا هعملها للناس، هتكون في هيئة ايه؟ في هيئة حاجة من اتنين مالهمش تالت، يا اما product يا اما service، يا اما هعمل منتج يباع ويشترى، يا اما هقدم خدمة. تمام. طيب يبقى انا الـ value proposition القيمة المقترحة بالنسبة لي هتكون في صورة منتج او خدمة. طيب احنا هنعمل ايه مع بعض؟ احنا المفروض خلاص بعد ما فهمنا الكاستمر سيجمنت بتاعنا، اتفقنا ان احنا هنبدأ نعمل ديزاين، نصمم المنتج او الخدمة بتاعتنا بناء على اللي الكاستمر عايزه. طيب فيهمني حاجة مهمة جدا، احنا قلنا ان احنا هنعمل ديزاين على اساس ايه؟ على اساس الماركت، السوق، السوق عايز ايه، فانا هعمل منتج او خدمة للسوق. طيب فبناء على السوق هنبدأ نعمل ديزاين للفاليو بتاعتنا. طيب السوق ده، كنت عايز اسألك سؤال كده، احنا قلنا ماركت دي كذا مرة، السوق كذا مرة. طيب السوق الماركت عبارة عن ايه؟ بيتكون من ايه؟ طبعا كلكم هتقولوا لي عبارة عن كاستمرز. غلط طبعا، غلط. ايه الكاستمر؟ هو جزء، لكن لو جينا نشوف اي ماركت، لو اديت مثال سوق المواصلات، هل في زباين بس؟ لا، في شركات كومبانيز موجود، يعني في شركات موجودة في السوق ده، حتى لو بتستهدف شرايح يعني شريحة غير الشريحة اللي انا مستهدفها، لكن تظل في شركات موجودة في السوق، صح كده؟ صح. يبقى قبل ما هنعمل الديزاين مهم ان انا اقول لكم ان انا هبص معاكم على حاجتين واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا. اول حاجة منهم وهي الكاستمر فعلا، وهنكمل على الاساس ده ديزاين دلوقتي النهاردة زي ما هنشوف كمان شوية بناء على الكاستمر. طيب بس كده لا، انا خلاص عملت ديزاين بناء على الكاستمر، هبدا اشوف الديزاين اللي انا عملته بناء على الكاستمر او الحاجه اللي الكاستمر عايزها، ده بالنسبه للكامبانيز الموجوده هيبقى عباره عن ايه. طيب فسو احنا هنبدا النهارده الماركت بتاعنا فيه اول حاجه ايه؟ الكاستمر. طيب هنعمل ديزاين او هنعمل حاجه اسمها الفاليو ماب بناء على البروفايل او الكاستمر بروفايل اللي احنا حددناه المره اللي فاتت. احنا عملنا كاستمر بروفايل، عرفنا ايه الحاجات اللي الكاستمر بيعملها عشان يوصل للخدمه او المنتج، ايه المشاكل اللي ممكن تقابله، ايه الحاجات اللي هو عايزها بالفعل، فده حددناه بالتفصيل. فبناء عليها هنبدا النهارده نحقق او نحط قيمه مناسبه للكاستمر بروفايل ده. تمام. طيب بعد كده نبدا نروح نشوف الكامبانيز، الشركات المختلفه. ليه لازم نشوف الكامبانيز او الشركات اللي موجوده في السوق؟ لان في منهم ممكن يكون كومباتيتورز، منافسين، وهنعرف فكره المنافسين دي وانواعهم، وممكن شركه ما تبقاش منافسه ليك دلوقتي، لكن لما انت تخش للشريحه دي، يعني هي شركه في نفس السوق بس
بتارجتها شريحة غير الشريحة اللي انت مستخدمها او اللي انت مستهدفها، بس هي ممكن بما انها شركة اكبر منك ان هي تستهدف نفس الشريحة دي على طول، او يعني وقت او جاست بس ان هي تحس ان في حد استهدف الشريحة دي، فهي ممكن تبقى كومباتيتورز. هنعرف الانواع المختلفة بالنسبة لنا، ده نقطة مهمة جدا. وانا بعمل ديزاين لل value proposition بتاعي، طيب ليه اكتر؟ عشان اعمل حاجه اسمها competitive advantages، اعمل ميزه تنافسيه، ان حتى لو الناس دي جت تنافسني فانا هيبقى عندي ميزات تنافسيه عنهم. تمام. يبقى اذا الثلاثه بارتس بتاع ال value proposition هيكونوا عباره عن ال value map، وده هيبقى سهل جدا ان شاء الله، بديهيا كده هنعمله مع بعض، وده اول بارت النهارده. والمحاضره الثانيه هتبقى عن الكومبيتيتورز المنافسين وانواعهم، ونفهم اكتر يعني ايه كومبيتيتورز اصلا. والبارت الاخير هيكون عن الكومبيتيتيف ادفانتجز، الميزه التنافسيه. تمام كده، تمام. فتعالوا كده نبدا مع بعض رحلتنا في تصميم المنتج او القيمه بتاعتنا. طيب احنا كنا المحاضره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الكاستمر، وعملنا حاجه اسمها كاستمر بروفايل، وقلنا ايه الجوبس، ودينا مثال حتى على الماركت او السوق الخاص بالمواصلات، قلنا حاجة عامة كلنا ممكن نفهمها، وحددنا كل التفاصيل، وقلت لكم حتى هما 12 حاجة. ال 12 حاجة دول عبارة عن تفاصيل كاملة للكاستمر او الشريحة، كاستمر سيجمنت او الشريحة اللي انا مستهدفها، وقلنا ازاي نعملها، والمفروض كل حد بيسمعني هو عامل اوريدي او بالفعل كاستمر بروفايل للمشروع بتاعه. طيب حلو جدا، يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا كاستمر بروفايل. يعني ايه؟ يعني انا فهمت الكاستمر عايز ايه بالتفصيل. طيب حلو، يبقى انا فهمت الكاستمر عايز ايه، فانا هعمل البرودكت او السيرفيس بتاعي دلوقتي حالا. هنبدا نشوف حاجه اسمها الفاليو ماب، الايه، ان انا هعمل خريطه للفاليو بتاعي او المنتج بتاعي بناء على احتياج بالظبط الكاستمر اللي انا مستهدفه. تمام. طيب تعالوا نعرف احنا بنعمل ايه. فكره الفاليو ماب اهو هنبدا بيها. احنا الفاليو ماب هو استكماله للفاليو بروبوزيشن كانفاس. احنا خلاص عملنا كاستمر سيجمنتس، حددناها، وعملنا الكاستمر بروفايل، وحددنا الجوبس والبينز والجينز. هنبدا بقى الشق الثاني في الفاليو بروبوزيشن كانفاس او مخطط القيمه المقترحه، وهو عباره عن الفاليو بروبوزيشن النص الثاني، وهو بنعمل فاليو بروبوزيشن او القيمه المقترحه على اساس ان احنا نعمل فاليو ماب او خريطة للقيمة اللي احنا هنقدمها. اعتقد الموضوع هيكون بديهيا. يعني ايه؟ يعني انا طالما عملت كاستمر بروفايل بطريقة صح فيها كل التفاصيل، فعلا بذلت جهد ان انا اعرف ده بشكل كويس وبشكل قوي، خلاص انا عرفت هو عايز ايه اصلا، يعني من غير ما، يعني بديهيا كده من غير ما نعمل فاليو ماب. لكن زي ما تعودنا مع بعض احنا بنعمل زوم ان، بنركز في كل حاجة، لان كل تفصيله هي دي اللي بتفرق حرفيا بين شركه وشركه تانية، ودينا اكزامبلز كتير خلال المحاضرات اللي فاتت. طيب تعالوا بقى نعمل فاليو ماب على نفس المثال اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، اللي هو كان نقل والمواصلات، وهناخد المثال بتاعنا على شركه اوبر. تمام. طيب تعالوا كده نفوكس على، طبعا احنا هنعمل فاليو ماب عشان نعمل برودكت ماركت فيت، او ان المنتج او الخدمه اللي احنا هنعملها بالظبط كده هتبقى ايه، مناسبه لمين، للماركت. والماركت اللي احنا بنقول عليه هنا ممثل فيه حته الكاستمر، يعني المنتج او الخدمه بتاعتي هتبقى مناسبه بالظبط للكاستمر. في معايير تانية زي ما قلنا اللي هي فكره الشركات الموجوده والكومباتيتورز، دي هنشرحها ان شاء الله في المحاضرتين اللي جايين. تمام كده، تمام. يبقى تعالوا نعمل زوم ان على الفاليو ماب زي ما احنا شرحنا، واعتقد الموضوع واضح جدا. لو عملنا الفاليو او عملنا الكاستمر بروفايل بطريقه صح فخلاص اللي جاي ده هيجي صح. طيب الفاليو بروبوزيشن او الفاليو ماب بتتكون من ثلاث حاجات رئيسيه: المنتج او الخدمه اللي انا هحطها في السوق ده، والبينز ريليفرز، ان انا المنتج او الخدمه اللي انا هعملها بناء على فهمي للكاستمر بروفايل فهو هيبقى بينز ريليفرز، في مشاكل عنده انا المنتج او الخدمه اللي انا هقدمها هتشله البروبلمز او المشاكل دي. الحاجة الأخيرة وهي جينز كرييتورز، يعني إيه؟ يعني أنا المنتج أو الخدمة اللي أنا هعملها دي هتحقق له الحاجات الريكوايرد المطلوبة اللي هو عايزها، والحاجات الديزايرد اللي هو يرغب فيها، والحاجات الـ unexpected كمان. أنا هعمل لك حاجات unexpected كمكاسب من إن أنت تاخد المنتج أو الخدمة بتاعتي. تمام كده، تمام.
فالموضوع شرح نفسه. بس هنأكد وناخد الاكزامبل بتاعنا، وقلت هديه على شركة اوبر. البرودكت او الخدمة، البرودكت او الخدمة بتاعتنا هيكون فيها الحاجتين الرئيسيتين، ايه هما؟ الجين ريليف ذا بين، بتشيل المشاكل اللي موجودة للعميل عشان او في رحلته ان هو يحصل على المنتج او الخدمة دي في السوق ده. والحاجة التانية ان هو بيكريت جينز، بتعمل جينز. طيب يعني المنتج او الخدمة ده هيعمل جينز. تعالوا نشرح على شركة اوبر بشكل اساسي. اوبر عملت ايه؟ عملت المنتج بتاعها اللي هيريليف البين وهيكريت الجينز، عبارة عن ايه؟ موبايل ابليكيشن. موبايل ابليكيشن المنتج بتاعها عبارة عن تطبيق. طيب النقطة اللي بعد كده بقى هنبدأ نشوف، انا مثلا خلاص بناء على فهمي للكاستمر بروفايل ده، هو هيبقى افضل حاجة وافضل منتج ان هو محتاج موبايل ابليكيشن. طيب موبايل ابليكيشن فيه شوية حاجات، شوية الحاجات دي بتعمل ايه؟ بينز ريليفرز. فنبدأ نقول هاو بقى، نبدأ نشوف ان المنتج ده ازاي هيكون بين ريليفرز. فهلاقي والله اول حاجة ان انا المنتج ده عبارة عن ان انا الخدمة او المنتج بتاع الموبايل ابلكيشن ده هقدر ان انا من خلاله، بدل ما كنت هنزل من الكلية بتاعتي، احنا قلنا خلاص ان انا عايز اروح من الكلية لغاية البيت، بدل ما انا هنزل من الكلية ومن الكلية هبدأ امشي لغاية ما اروح للشارع العمومي عشان اركب تاكسي، فانا هعمل ايه؟ انا هطلب باستخدام التطبيق ان انا عايز اوبر يجيلي لحد المكان اللي انا فيه، فهو شال لي مشوار. فكان دي مشكلة. كان عندي مشكلة تانية في ان انا ممكن اركب مع سواق رخم شوي، فعمل لي ايه؟ عمل لي درايفر ريتنج، اقدر ان انا اقيم الدرايفر. فبالتالي ايه؟ فبالتالي كل درايفر او كل سواق هيلتزم الصمت عشان هو عايز يحصل على احسن تقييم. ليه؟ اصل انت اللي بتختار السوق، او بتختار مثلا العربية اللي انت عايزها، انت بتختار. فبيبقى قدامك السواقين المختلفين، وبناء على التقييم هتبدأ تختار. فانا كسواق عايزك دايما تقيمني تقييم عالي. طيب هلاقي كام مشكلة تانية مثلا، يعني ان انا الساعة 4 الفجر حصل مشكلة وعايز انزل اروح مشوار، او مسافر مثلا بالقطر، فعايز عايز وصاحي متأخر فعايز حاجة دلوقتي. فهلاقي ان اوبر شغال 24 ساعة في 7 ايام، شغال على طول. فبالتالي بعد اوبر، يعني اوبر كده لما جت تصمم القيمة اللي هتعملها، هي جابت كل الايه؟ ايه البينز المختلفة اللي بتقابل الناس اللي في القطاع ده، وعلى اساس كده بدأت تعمل بينز ريليفرز مختلفين. وهكذا فكرة الجينز كرييتورز بقى نفس الفكرة، ازاي المنتج خلاص اللي انا عملته ده هيبقى فيه جينز كرييتورز كتير، مكاسب كتير من ان انا استخدم اوبر. مبدئيا مثلا ان انا هيبقى فيه سعر محدد وفي معيار لسعر المواصلة. فبالتالي انا ممكن ان انا السواق بقى ما يضحكش عليا او ان هو يطلب فوق السعر، لا هو السعر محدد وكلنا ملتزمين بيه. فكرة ان انا بدل ما انا ممكن ما يبقاش معايا يعني فلو كاش او فلوس، لكن معايا كريدت كارد اقدر ان انا ادفع من خلالها، او ان انا خلاص يعني مش هدفع من خلالها، لا النظام البيمنت بقى اوتوماتيك بيمنت، فاللي هو بيخصم وبضيف وهكذا. فبالتالي انسو، فانا عملت ايه؟ يبقى هي اوبر عملت ايه؟ قالت ان انا بص انا هعمل المنتج ده هيبقى فيه ريليف ذا بين وكريت الجينز. طيب وانت بقى اللي بتسمعني دلوقتي هتبدا تقول انا هعمل منتج اهو، وابدا اشوف هو فعلا هيعمل بينز ريليفرز يشيل المشاكل، ويعمل جينز كرييترز يعمل مكاسب للمنتج للكاستمر اللي هيحتاج المنتج بتاعي ولا لا. لقيت ان ده موجود يبقى تمام، ما لقيتهوش يبقى ابدا اشوف او اعدل لغايه لما اوصل للموضوع ده، ان انا اوصل للفاليو ماب بطريقه صحيحه مناسبه للكاستمرز بتوعي. بس كده، ده شرح الفاليو ماب في الفاليو بروبوزيشن كانفاس. كده خلصنا اول توبيك. ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم عن الكومبيتيتورز. السؤال بتاع النهارده وهو خاص بـ Identify your value map، ابدا ان انت تعمل value map.
بناء على الكاستمر بروفايل اللي انت حددته المحاضرة اللي فاتت. شكرا ليك واشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة. السلام عليكم.